سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت واحد من أهم الملتقيات الإبداعية في العالم كله. النحت في الأماكن المفتوحة وعلى صخر الجرانيت في أسوان. نتعرف على تفاصيل أكتر عن الدورة رقم 28 مع دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية. بنصبح على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. لو في البدايه تعرفنا الفعاليات الفنيه اللي شهدتها الدوره 28 لسيمبوزيوم اسوان الدولي يا فندم. سيمبوزيوم اسوان الدولي حدث سنوي يقام له 28 سنه، اسسه النحات الراحل ادم حنين بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيليه في البدايه، وتم نقل تبعيته بعدها الى صندوق التنميه الثقافيه. الحدث عباره عن استضافه فنانين مصريين واجانب على مدار 50 يوم، دايما بيبتدي في شهر يناير وبيستمر ال 50 يوم، ابتدى في 15 يناير واختتمنا اعماله امبارح بهدف اعاده احياء النحت على الجرانيت التقليد المصري القديم في اعاده يعني لفنون المصريه القديمه او تحديدا النحت على هذا النوع من الصخور الصلبه جدا. وكان فلسفة الاختيار المكان أسوان اللي هي المصدر الرئيسي لكل النحاتات من الجرانيت اللي موجودة في الحضارة المصرية القديمة. الحقيقة السيمبوزيوم بيتضمن بعيدا عن فكرة ان الفنانين بيتجمعوا، بيبقى في مجموعة من الأنشطة أهمها ان الفنانين المشاركين جميعا بيتم تنظيم رحلة ليهم لمدينة الأقصر، بيتعرفوا كمان على التاريخ المصري القديم، وبيزوروا المعابد والمتاحف اللي موجوده في الأقصر اللي فيها كتير من المنحوتات المصريه القديمه من خامه الجرانيت. ويمكن انا لمست اثناء متابعتي او زيارتي للسيمبوزيوم اثناء ال 50 يوم مدى انبهار الفنانين الاجانب بعظمه النحت المصري القديم، وتحديدا يعني هم قالوا ان في استحاله ان ممكن حتى الاقتراب من هذا المستوى الفني المتميز. هو طبعا دكتور وليد هو يعني فن النحت من اهم فنون الحضاره المصريه القديمه، واحنا بنتابع التقرير من اهم الملحوظات السنه دي او ملامح دوره 28 المشاركه للفنانات او النحاتات المصريات. يعني احنا بنتكلم على 7 من النحاتين، 6 نساء او 6 سيدات ورجل واحد طبعا، بالاضافه الى 5 من الاجانب. بتشوف الظاهره دي ازاي، ظاهره النحاتات المصريات بشكل قوي وحضورهم في فن النحت؟ الحقيقه هو التصنيف دايما في الفن ما بيبقاش نوعي على اعتبار نوع الجنس، ولكن اللجان دايما بتكون بتتعامل مع المنتج المقدم بشكل مجرد عن النوع. بس هي الحقيقه ظاهره، لان السنه دي فعلا زي ما حضرتك قلت 6 من الاناث سواء سيدات او بنات كانوا منورين السيمبوزيوم، 3 منهم من الشابات و3 من الفنانات الاكبر سنا والاكبر خبره. هي ظاهره بتاكد يعني ان الفن لا يتوقف على النوع، وان احنا في اطار حركه الثقافه المصريه بشكل عام والفنون التشكيليه ما فيش هذا الارتباط ما بين طبيعه المنتج الفني والنوع، لان عمر ما كان القوى البدنيه هي اللي بتحدد نوعيه المنتج الفني، ولكن الاهتمام والتجربه الجاده هي اللي بتخلي الفنانه موجوده او الفنان موجود بعيدا عن نوعه. طيب يا فندم، بالنسبه للاعمال اللي تم العمل عليها خلال السيمبوزيوم بتتعرض فين بعد كده، وازاي بيتم الحفاظ عليها او بيكون مصيرها ايه بعد السيمبوزيوم؟ تمام. السيمبوزيوم فكرته الاساسيه ان الموقع العمل بيستمر العمل فيه على مدار الايام للسيمبوزيوم، وبعد كده بتستمر الاعمال في مكانها اللي تم انتاجها فيه حتى موعد العمل التالي او السيمبوزيوم الذي يليه. الحقيقه الموقع العام هو موقع في مواجهه متحف النوبه، قطعه ارض ملحقه بفندق الاقامه اللي هو يعتبر شريك اساسي منذ انشاء هذا السيمبوزيوم. بعد كده الاعمال دي بتنقل الى المتحف المفتوح في اسوان. المتحف المفتوح في اسوان هو عباره عن 25 فدان، كتله صخريه جبليه من خانه الجرانيت نفسها، موقع عبقري بيطل على احد شواطئ النيل،
بيتم كل سنه نقل هذه الاعمال الى هذا المتحف المفتوح، ويتم توزيعها على الكتله الصخريه الجبليه بشكل فيه حاله من حالات التنسيق. يعني حاليا هذا المتحف بيحتوي على تقريبا 390 عمل، بالاضافه الى اكثر من 100 عمل تم اعارتهم او اهدائهم لاستخدامهم في تجميل مواقع في على مستوى جمهوريه مصر العربيه. في مواقع منها موجوده مثلا في مدينه الفنون في العاصمه الاداريه، في مواقع موجوده في او تماثيل يعني في موجوده في مدينه الانتاج الاعلامي، في اكثر من 100 تمثال موزعين على ميادين ومواقع محافظه اسوان وغيرها من محافظات مصر بشكل عام. جميل. طب دكتور وليد، يعني احنا بنشوف على الهواء دلوقتي مجموعه من المنحوتات والقطع الفنيه. سؤالي لحضرتك، خصوصيه هذا السيمبوزيوم هو النحت على خام الجرانيت، وهي عمليه صعبه ومش سهله، انه خام صعب انه يتم تشكيله في اعمال فنيه. خصوصيه واهميه النحت على الجرانيت، وازاي ده بيدي قيم جماليه للمنحوتات بعد كده؟ هي النحت بشكل عام احنا عاده كفنانين تشكيليين بنتكلم على الخامه باعتبارها بعض الخامات بنسميها الخامات النبيله، منها طبعا الاحجار بالاضافه طبعا للبرونز وغيره. ولكن الاحجار بشكل عام الجرانيت او احجار الرخام او الاحجار الجريه كلها من المنحوتات او من التماثيل او الخامات اللي بيكون النحت عليها صعب جدا. صحيح. اصعبها على الاطلاق هو خامه الجرانيت نظرا لصلابته. وده طبعا بيحط الفنانين دايما في تحدي كيفيه تطوير هذه الخامه الصلبه. وكتير من الاعمال بيبقى الفنان هدفه الاساسي ان هو يحيل هذه الحاله او هذه الخامه من الحاله التي تبدو صلبه الى حاله تبدو اكثر ليونه. ففي بعضهم يعني السناني مثلا كان في احدهم شغلته او فكره التمثال انه عاوز يعمل كتله تبدو لينه على عكس طبيعه الخامه ذاتها اللي فيها حاله من حالات الصلابه والقسوه بشكل اساسي. طيب دكتور وليد، زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك في سبع نحاتين مصريين وحوالي خمسه او سته أجانب، عايز أعرف من حضرتك بالنسبة لمستوى النحاتين المصريين بجانب النحت العالمي، يعني موقع النحاتين المصريين فين بالظبط؟ النحاتين المصريين والفنانين التشكيليين المصريين يمكن من أكثر المجالات الفنية والثقافية اللي بيكون فيها مواكبة للمستوى العالمي. يعني اذا كان في بعض الحاجات بيكون في فرق مثلا في الامكانيات، فرق في الدعايه، فرق في اشياء من هذا النوع تؤثر على مستوى الفنان المصري في بعض المجالات، الا ان الفنون التشكيليه باعتبارها فنون فرديه بتعتمد على القدرات الذاتيه للفنان نفسه. تمام؟ لا يعني انا اقدر اقوله بكل ثقه ان الفنان المصري في كل المجالات وخاصه النحت لا موجود على قدم المساواه مع كثير من الفنانين الاجانب، مهما كان في فرق في المستويات الماديه او التقدم الحضاري. نحاتنا المصريين موجودين طول الوقت في جميع الملتقيات والسمبوزيومات بتاعت النحت اللي على المستوى الدولي، دايما مدعوين ومرحب بيهم، وبالعكس يمكن كمان بيكونوا في قمه الهرم يعني للفنانين على المستوى الدولي. وعندنا اسماء كبيره جدا في النحت تقريبا بيشاركوا في معظم هذه الملتقيات. والا ما كانش بقى فيه عندنا القدره وعندنا الثقه ان احنا نعمل مثل هذا الملتقى ويحقق هذه الشهره على المستوى الدولي ويستمر 28 سنه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنميه الثقافيه، وبنصبح على حضرتك مره ثانيه.